إذن تابعنا التوصيات التي تلتها الدكتورة رشا راغب رئيس الأكاديمية المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل. يمكن هذا الموضوع يحتاج إلى مزيد من النقاش والتوضيح والمتابعة والتحليل. ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ كريم عبد السلام الكاتب الصحفي. أستاذ كريم تحياتي لحضرتك، أهلا بك معنا. اهلا وسهلا. اهلا بك. الحقيقه التوصيات التي تلتها الدكتوره رشا راغب الان هي توصيات في غايه الاهميه، كل يعني في مجالات مختلفه ومتعدده ولكنها كلها موضوعات في غايه الاهميه. اذا تحدثنا عن التوصيه المتعلقه بالتغيرات المناخيه في العالم، ومصر تستضيف في نهايه العام الجاري الكوب 27 الخاص بالتغيرات المناخيه، و نتحدث عن الحاجة إلى وجود منصة عالمية لأولا لتوحيد الأهداف فيما يتعلق بالتغيرات المناخية إقليميا ودوليا، وتوفير أيضا مصادر تمويل لمساعدة الدول الأكثر احتياجا لمواجهة التغيرات المناخية. كيف ترى أهمية الدعم الدولي والتكاتف الدولي في هذا الاتجاه؟ هو موضوع حتمي شديد الحيوية، وموضوع مصيري بالنسبة للإنسانية كلها، لكوكب الأرض كله، لاختبار مدى بقاء الإنسان أصلا على هذا الكوكب واستمرار الحياة الإنسانية. نحن أمام منعطف خطير لا يخص دولة بعينها ولا يخص شعبا بعينه، وإنما يخص جميع شعوب العالم، وبالتالي لابد من إجراءات على الأرض واتفاقات محددة بتواريخ وتمويل يتفق عليه الدول الكبرى وكافة دول العالم لكي يتم التصدي إلى هذه الظاهرة بفاعلية. طبعا مسألة التغير المناخي نعاني منها في كثير من الأمور التي مرت بنا، ومنها الزلازل والكوارث الطبيعية وحرائق الغابات وارتفاع منسوب المياه في البحار الذي يهدد غرق كثير من الأراضي في العالم. إلا أن الموقف المصري في منتدى الشباب واستعدادا لتسلم مهمة تنظيم الدورة 27 لقمة المناخ في شرم الشيخ هذا العام، فهو يتعلق بمسؤولية مصرية عن قارة إفريقيا وعن الدول النامية جميعا، وهي الدول بالمناسبة الأكثر تضررا من هذا الوضع الخطير، لأن الدول الصناعية الكبرى بمصانعها وانبعاثاتها الحرارية ونسبة استهلاك الوقود الأحفوري الضخمة التي تستهلكها هي تؤثر على الكوكب كله، وبينما تعاني الدول النامية من تداعيات ذلك بقوة. أستاذ كريم دعني أسأل حضرتك في هذه النقطة تحديدا، يعني نفس مسألة التمويل عن مسألة الوعي والتوعية. حين نتحدث عن الوعي والتوعية هنا يعني يبرز دور الشباب، برأيي كيف يمكن يعني استثمار طاقات الشباب في عملية التوعية وزيادة الوعي بقضية التغيرات المناخية؟ كما حدث في منتدى شباب العالم من مشاركة الشباب من 196 دولة في مناقشة هذه القضية الإنسانية شديدة الحيوية والخطورة، والخروج بتوصيات ومبادرات للحل، لابد من استمرار مثل هذه المنصات الواسعة الانتشار والملهمة للشباب في كافة البلدان لمزيد من الضغط على الدول التي تؤثر على مصلحة كوكب الأرض بكامله، ودفعها دفعا نحو توقيع اتفاقيات ملزمة بتخفيض انبعاثاتها الحرارية
أولا، وتوفير حزم تمويل لتعويض الوقود النظيف والطاقة النظيفة واستخدامها بديلا للطاقة الأحفورية، وثالثا التوعية بقضية الموارد المائية، وهذه نقطة شديدة الأهمية وشديدة الخطورة، وأكد عليها الشباب في منتدى شباب العالم في هذه الدورة، أن الموارد المائية هي أولا حق من حقوق الإنسان، الحق في المياه النظيفة، ثانيا أنها لا يمكن أن يتم التعامل معها باعتبارها سلعة قابلة للبيع والشراء، وثالثا أن هذه الموارد المائية تكاد لا تكفي احتياجات السكان في كثير من قارات العالم، وبالتالي هي آخذة في النضوب، ونحتاج إلى توظيف العلم والتكنولوجيا لتعظيم المنتج المائي وتحقيق الأمن المستدام للموارد المائية من خلال توطين التكنولوجيات في الدول النامية والدول الفقيرة، من خلال حزم دعم من الدول الكبرى إلى الدول النامية، من خلال تبادل الخبرات في قضية تدوير وإعادة استخدام المياه مرة أخرى، ومن خلال الوصول إلى حلول عادلة للثروات المائية المشتركة، وعدم الزج بهذه القضية في المشاحنات السياسية ولا الصراعات السياسية على مستوى العالم، لأنها قضية أخطر وأكبر من أي صراع سياسي أو صراعات ثنائية. صحيح. طيب أستاذ كريم، أيضا من ضمن التوصيات التي طرحتها الدكتورة رشا راغب تأسيس مجلس أعمال مشروعات أفريقيا بيجمع رواد الأعمال الشباب ورجال الأعمال، وده الحقيقة اقتراح في غاية الأهمية، الهدف منه ربط أفكار الشباب وابتكارات الشباب بفرص العرض والتمويل. العرض رائع، ولكن إمكانية تطبيق هذا المقترح في ظل يعني رغبة أفريقية حقيقية في التعاون مع مصر في مجالات عديدة، كيف يمكن تطبيق هذا الاقتراح، وكيف يمكن للمؤسسات التمويل أن تدعم هذه التوصية؟ الدولة المصرية وخلال السنوات الخمس الماضية عندما تصاعد الدور المصري بصورة كبيرة واستعادتها لدورها في القارة الإفريقية وتوليها رئاسة الاتحاد الإفريقي، عملت الدولة المصرية على دفع مجموعة من الاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات التكتلية، التكتلات الاقتصادية والموجودة في القارة الإفريقية، لتعظيم التعاون والشراكة ووقف أي حروب جانبية في القارة، ومواجهة كافة الظواهر الخاصة ب أستاذ كريم انقطع الاتصال التليفوني مع الأستاذ كريم عبد السلام الكاتب الصحفي، سنحاول الاتصال به لاحقا، ولكني أشكره جزيل الشكر على هذه المداخلة.